موعد للانتقال للأهلي، لكن تراجع الأحمر جعل الزمالك يدخل في صفقة جديدة مع اللاعب وينجح بالفعل في ضم إمام عاشور. إمام عاشور ظهر مع الزمالك بشكل متميز جداً، وكان عامل أساسي وراء فوز الزمالك بالدوري وسجل هدف لا ينسى في الأهلي. تألق إمام عاشور مع الزمالك جذب ليه الأنظار بشدة، خاصة بعد ما انضم لصفوف المنتخب الأول وقدم أداء جيد جعله محط أنظار كل الأندية الأوروبية. وبالفعل نجح عاشور في الانتقال لنادي ميتلاند الدنماركي بصفقة كلفت النادي حوالي 105 ملايين جنيه دخلت خزينة نادي الزمالك. وكان في أنباء اترددت حول انتقال إمام عاشور للأهلي، عشان كده ظهر مرتضى منصور مع عاشور وقال له احلف يا إمام إنك مش هتروح الأهلي، خوفا من الأنباء اللي اترددت حول انتقال عاشور للأهلي. ربط البعض انتقال إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي بأن هي خطوة تمهيدية لانتقال إمام عاشور للنادي الأهلي. الإعلامي مهيب عبد الهادي قال إن النادي الأهلي بيضع إمام عاشور على رأس أولوياته عشان يكون أول صفقات المارد الأحمر في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد. ميتلاند الدنماركي بينافس على الهبوط في الدوري الدنماركي، واللاعب لن يستمر معهم إذا هبطوا، والأهلي قد يستغل الفرصة ليتعاقد مع إمام عاشور الذي يضع الأهلي على رأس أولوياته للموسم الجديد مع ضم مهاجمين جدد وحارس مرمى. إمام عاشور التزم الصمت حول انتقاله للنادي الأهلي، ولم يخرج أي مسؤول في الأهلي للحديث عن انتقال إمام عاشور للقلعة الحمراء، وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حاول إقناع إمام عاشور بالبقاء في النادي مقابل مبلغ محترم زي ما قال مرتضى منصور. إمام عاشور سجل أرقاما متميزة مع ميتلاند من بداية رحلته الاحترافية. عاشور شارك في 5 مباريات مع ميتلاند، سجل خلالها هدفين في 135 دقيقة لعب بالدوري الدنماركي، كمان لعب 67 دقيقة في الدوري الأوروبي وسجل هدف في شباك لشبونة وحصل على بطاقة صفراء. وبيحتل نادي ميتلاند المركز الثامن بالدوري الدنماركي، وودع بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم نهاية فبراير الماضي بعد خسارته من سبورتينج لشبونة البرتغالي. ودي كانت آخر أخبار اللاعب إمام عاشور.